مرحبا بحضراتكم. الفقرة دي هنتكلم فيها عن رياضة يمكن مؤخرا ابتدينا نشوف فيها يعني رانكينجز حلوة قوي لمصر، وكمان أبطال صعدوا ورفعوا اسم مصر عالميا. بنتكلم سواء عن ميار شريف أو محمد صفوت، فيعني نماذج جميلة ونماذج مصرية وبدأت هنا، ويمكن كمان ميار شريف بدأت من الأهلي. على كل حال ملف جميل جدا وملف أعتقد في غاية الأهمية، ورياضة حلوة ورياضة قديمة في مصر كمان، مش رياضة مثلا لسه مستحدثة. فخلينا نعرف أكتر عن هذه الرياضة بكل ما تحمل من تفاصيل من ضيفنا كابتن وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس. صباح الفل يا كابتن، أهلا بيك. صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها. سعداء بوجود حضرتك معانا يا فندم، وطبعا عندنا موضوعات متعددة نتكلم مع حضرتك فيها. ولو تسمح لنا نخلي البداية مع فوز مهم جدا، فوز مصر بتنظيم مباريات المجموعة الإفريقية المؤهلة لكأس ديفيس للتنس. أكيد عشان حاجة زي كده تحصل كان في ملف محترم تم تقديمه، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذا الملف، وكنا بننافس مين على الفوز بتنظيم يعني هذه المباريات الإفريقية تحديدا، وهل مثلا فكرة أن مصر نجحت بشهادة العالم كله في تنظيم وإدارة شؤون مونديال العالم لليد، وحاليا كمان في بطوله ثانيه، بطوله او كاس العالم للرمايه اللي بتنظمها مصر ان شاء الله، يعني هل الملفات دي ساعدت في تدعيم ملف تنظيم التنس المباريات الافريقيه في كاس ديفيس؟ طب نقول طبعا ان كاس ديفيس دي من اقدم البطولات التنس اللي ابتدت من عام 1920. هذا العام مصر بتلعب في المجموعه الافريقيه الثالثه، بتبقى عباره عن 8 فرق بيلعبوا بيتنافسوا في احدى الدول الافريقيه، يصعب منهم فرقتين للمجموعة الأوروبية الأفرو أوروبية الثانية. أوكي. اتقدمنا طبعا لملف التنظيم، كانت في منتهى الصعوبة المرة دي الاختيار، لأن كان من أهم العوامل اللي مطلوبة موضوع الأمن والأمان عشان فيروس كورونا أو الكوفيد. طبعا الاتحاد الدولي للتنس بيهتم أول حاجة بسلامة اللاعبين قبل أي حاجة تانية. أكيد. فكان مطلوب في الملف بتاعنا أجزاء كتيرة جدا تقدر تغطي الجزء ده. كان تنافس قوي جدا مع كينيا، هي دولة كينيا هي اللي جاية حتى ورانا في الترتيب على طول على التنظيم. الملف المصري احنا قدمنا ملف متكامل. طبعا سعيدنا جامد جدا ان كابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد وايقونة التنس المصري و16 سنة في الاتحاد الدولي، طبعا باتصالاته برضو بتساعد في الحتة دي. اتعمل فوت اللي فيه لجنه في الاتحاد الدولي اسمها الديفيس كاب كوميتي، لجنه ديفيس كاب، وطبعا هو كابتن اسماعيل موجود فيها، بس لما بقى فيه فوت وبتبقى فيها مصر او بلد ثانيه فبيخرج هو بره الفوت، والحمد لله تقريبا بالاجماع خدنا اتاخد الملف بتاعنا. ساعدنا حاجات كتير قوي فيه طبعا، يعني اول حاجه الخبره بتاعت الاتحاد المصري للتنس لتنظيم بطولات ديفيس كاب اللي نظمناها قبل كده كتير. دي كانت ليها وعليها، ليها انها خبره، عليها ان انت لسه متنظم فممكن يدي لحد تاني يعني. فده كان اول جزء. المكان اللي احنا اخترناه كمان ان يتعمل فيه ديفيس كاب وهو نادي خاص، ما اعرفش يعني ممكن اذكر اسمه، نادي سماش للتنس، عندهم من الاماكن السيرتيفايد من الاتحاد الدولي للتنس تقام فيها بطولات كبرى معتمده. ساعدنا كتير جدا، وجنبه على طول في فندق عشان اللعيبه والامان. السكيورتي بلان او خطه التامين اللي عملناها بالكامل قربه من المطار. السكيورتي بقى اللي في البلد، والحمد لله دوله مصر اثبتت في المده الاخرانيه دي انها من البلاد القليله اللي قدرت يستمر فيها النشاط الرياضي برغم جائحه كورونا، وكثير من دول العالم وقفوا النشاط عندهم. صحيح. ومتقدمين علينا كمان، واحنا اللي اخترعنا او ابتكرنا فكره الفقاعه الطبيه، فيعني دي تحسب لينا طبعا. من الحاجات برضو اللي ساعدت طبعا كاس العالم لكره اليد اللي احنا منظمينها، من الحاجات برضو ساعدت كويس قوي بالنسبه لنا ان احنا من البلاد القليله قوي اللي كانت عامله شغل في رياضه التنس وفاتحه في الشهرين الاخرانيين. كانوا تقريبا ثلاث بلاد في العالم، كانت مصر وتونس وتركيا، وتونس في النص قفلت، فكان في بلدين هم اللي فيهم البطولات. عملنا العديد من البطولات الدوليه في ديسمبر ويناير الماضي طبعا تحت اشراف الاتحاد الدولي، سواء للناشئين او للرجال والسيدات بكامل الاجراءات الاحترازيه. الحقيقه الاتحاد الدولي لما شاف كل الحاجات دي كلها فرسي علينا. سمعت حضرتك صوت العطسه دي قبل كده؟ عدت عليك عطسه رقيقه بالشكل ده قبل كده؟ جديده الحقيقه. اتفضل يا فندم. فدي طبعا ساعدتنا ان احنا الحمد لله
جات لنا الموافقه من الاتحاد الدولي ان احنا نستضيف البطوله. ابتدينا هنبتدي اوريدي نخاطب الجهات المسؤوله. طبعا احنا عندنا جهتين مسؤوليتين، اللجنه الاولمبيه اللي لازم تدينا الموافقه الفنيه. بعد ما ناخد من اللجنه الاولمبيه الموافقه الفنيه بتطلع وزاره الشباب والرياضه عشان ناخد الموافقه التنظيم، ولو في دعم برضو بتقدر تديه لنا يساعدنا في تنظيم البطوله اللي ان شاء الله ان شاء الله نقدر نطلع بحاجه طريق بمصر. اعتقد ان ميعادها في 9 اغسطس باذن الله، بس احنا بنشتغل من الاسبوع اللي فات اكيد في التنظيم. جميل جدا جد كابتن وليد ان احنا نسمع حاجه زي كده، ويسعدنا كمان ان مصر مؤخرا مش لاول مره بس مؤخرا الموضوع ابتدى ياخد حيز مختلف وكثافه ايضا من فكره هنا يعني التنظيم للبطولات عالميه، ومصر بقت يعني هقول من اول الدول كمان حرصا ان هي تكون متواجده، ومن ناحيه ثانيه التنشيط السياحي ليه السياحه الرياضيه. فخطوات جميله جدا. يمكن امبارح كان معانا خبر برده خاص بالرمايه والنهارده استكملناه، فاعتقد وزارات كثيره جدا بتعمل على هذا الملف، ف بجد عمل محترم جدا. هنتكلم بقى عن رياضة التنس تحديدا. يمكن السكواش لو هنقارن دايما بيقارن ما بين السكواش والتنس، السكواش بيتعمل له بطولات كانت مؤخرا كتيرة جدا، منها اللي كانت في الجونة بطولة الجونة الدولية للسكواش، وقد ايه كانت بتعمل ماركتينج لمصر عظيم كمان من ناحية السياحية. فلو هنركز على التنس بقى كابتن وليد، احنا مبدئيا كده نبدأ بأبطالنا يعني المعروفين أكيد ميار شريف زي ما أنا قلت ومحمد صفت. أخبرنا إيه تاني من أبطالنا في التنس؟ عايزين نعرف. طيب خلينا نقول إحنا في الاتحاد المصري للتنس بنشتغل في عدة جهات بنشتغل فيها. إحنا ابتدينا الشغل الأساسي بتاعنا الحقيقة من بداية عام 2019. إحنا عندنا دلوقتي في مصر 60 أسبوع أو 66 أسبوع بطولات رجال وسيدات، بنسميها بطولات المستقبل على مدار السنة. فتقريبا على مدار السنة عندنا بطولات مستمرة بالكامل. بالنسبة للناشئين والناشئات أو الشباب في الاتحاد الدولي للتنس بيعتبر لهم من تحت 18 سنة، فدول بيتعمل لهم بطولات. كان زمان مصر عندنا 3 بطولات، فطبعا ما بيكفوش اللعيبة بتوعنا إن هم يلعبوا ويعملوا رانك، فكانوا بيضطروا يسافروا بره، بتبقى تكلفة ووقت ويعني في حاجات كتير جدا. قعدنا الحقيقه كاتحاد مصري للتنس نزق نجيب اسابيع، طبعا بمساعده كابتن اسماعيل الشافعي لان هو كان كمان موجود في لجنه الناشئين في الاتحاد الدولي للتنس. ابتدينا نطلع من 3 ل 5 ل 8 لغايه السنه اللي فاتت كنا 11 بطوله، ودي كان من احنا تقريبا خامس دوله في العالم عندها بطولات للناشئين على مستوى العالم كله، اللي هي فيها امريكا يعني. الحقيقه السنه دي نتيجه نجاحنا في تنظيم عديد من البطولات في بدايه السنه رغم الظروف اللي كانت موجوده، وباتصالات كابتن اسماعيل الشافعي قدر الاتحاد المصري للتنس ان هو يضيف 4 بطولات اخرى هتقام في شهر مارس وابريل ومايو للناشئين والناشئات، بقوا 15 بطوله. ده رقم غير مسبوق، ده يخلي اي لاعب مصري ما يحتاجش ان هو يسافر بره عشان يعمل يلعب بطوله ويعمل رانك. فاحنا كده عملنا لهم ان هم بيلعب في بلده، ما بيتكلفش تكاليف السفر، وبيقدر يجمع نقط تعمل له الرانك بتاعه اللي يخليه من الابطال. على ذكر كابتن اسماعيل الشافعي، اتفضل. ليه احنا عندنا في رياضه التنس في مصر يعني بنقعد سنين طويله ما بنسمعش غير اسم واحد او اسمين بالكتير من ابطالنا المصريين، واللي طبعا كان في طليعه هذه الاسماء كان كابتن اسماعيل الشافعي لفتره مش قصيره، يعني كان هو الاسم المصري الوحيد صحيح. اللي بيمثل مصر كاملة في كل البطولات اللي هو شارك فيها، ومؤخرا زي ما كانت نواند بتقول لحضرتك محمد صفوت وميار شريف برضو بنقعد لنا قطعية حلوة شوية كبير. ليه ما عندناش كم كبير من الأبطال اللي ما نبقاش عارفين حتى نوديهم يلعبوا في أي بطولة ولا أي بطولة من ليه؟ كترهم؟ ليه الوضع عكسي؟ هقول لحضرتك احنا عندنا قاعدة مش قليلة. هاويفر احنا نعتبر لو قلنا بان عندنا 5000 6000 لعيب تنس مسجلين في الاتحاد ده كان طبعا بالنسبه لزمان ال1000 وال2000 رقم كبير يعني، لكن الحقيقه على حجم السكان اللي عندنا البوبوليشن ال100 مليون ده رقم ضئيل جدا جدا ضئيل جدا. بلد زي هولندا كانت لا تتخطى اعتقد ال15 مليون او ال20 مليون سكان، وعندهم اكتر من مليون ممارس، مليون لعيب. بص الفرق حضرتك. فطبعا احنا القاعده دي عشان كده بنشتغل عليها بنوسعها. الحاجة التانية الحقيقة في التنس انك انت عشان تروح وتخش القطاع البطولة وتوصل للعالمية بتحتاج متطلبات تانية كتيرة جدا، بصعبة جدا في الكالتشر وطريقة البيئة بتاعتنا والتعليم بتاعنا، ان انت ابنك ما تدخلوش ثانوية عامة، انك تشغله اونلاين، انك تاخد الريسك
ان هو يكمل رياضه ولا تعليم. اعتقد دي صعبه جدا، اختيار بيبقى صعب جدا جدا لاولياء الامور. بس مساله الاونلاين يعني دي حاجه يعني مؤخرا حصلت نتيجه في اوروبا والبلاد بره ما بيهتمش بالتعليم، بتبقى بالنمبر 1 بالنسبه له الرياضه. انا كنت حضرتك في استراليا سنه 92 وقابلت لعيب كان من ال 20 الاوائل على العالم. بعدين جيت قلت له انت ايه فين رحت فين بقى 200 وشويه ما فيش في كام شهر. قال لي عشان دخلت قدمت دراسات في كليه الطب. اوكي. الاثنين مع بعض صعب جدا. التنس عشان واحد يعمل بطل بتتكلم على عدد ساعات في اليوم ما بين فيتنس وتنس، صعب جدا انك تروح معاهم جامعه ومدرسه وتعليم. بس كتير كتير من الجامعات بتدي منح دراسيه سكولرشيبس للمتفوقين في الرياضات المختلفه. ده ليكي وفي مصر لا طبعا دلوقتي بقى بيبتدوا يسافروا بره. اه بترفع المستوى بالنسبه للعيبه شويه، بس مش ده مستوى العالميه. هم معظم الاولاد اللي بيروحوا يلعبوها اول حاجه بتفيدهم في التعليم. انك انت ابنك بتوديه اربع سنين جامعه بره ما بتدفعش فلوس. تخيل انت لو تودي جامعه هنا في مصر بتدفع كام مليون. طب كابتن وليد ده يعني مش متوفر عندنا، يمكن دي نقطه من النقاط الهامه جدا اللي بتعمل مشكله عندنا في يعني مش صناعه في خلق البطل الرياضي، لان فعلا الدراسه والرياضه مش كل الجامعات ومش كل المدارس بيعملوا اللي حضرتك بتقول عليه ده بالظبط. يعني فطب ما احنا كده ممكن يكون ده عائق كبير جدا للعديد من الشباب عندنا الابطال اللي ممكن يرفعوا اسم مصر بعد كده في المحافل الدوليه. بس ده فعلا عندهم مشكله. ده فعلا ده اللي بيحصل. عشان كده الطفرات اللي بتطلع بقى في النص وبتطلع دي اللي هي خد قرار ان هو هيكمل في كارير الرياضه، ومع كارير الرياضه بكمل بقى في التعليم، ولازم يكون اهله بيفكروا بشكل معين. برضه احنا الكالتشر بتاعنا او البيئه بتاعتنا، الاهل بتاعي بيفكروا، المجتمع. تخيل حضرتك مثلا لو ابنك او بنتك هيجي يقدم له حد معهوش بكالوريوس بطل رياضي لكن معهوش بكالوريوس بلا شهاده ممكن تبقى مشكله. لا فهي دي الجزء ده. لكن احنا كاتحاد مصري بنشتغل على 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 جميع الاطراف عشان نقدر نغطي المنظومه بالكامل، ناشئين رجال وسيدات. بنشتغل على الاطراف الثانيه في 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 اللعبه، التدريب، المدربين. احنا عملنا طفره يمكن ناس كتير ما بتشوفهاش في اخر سنتين. احنا وطلعنا احنا الوحاد اللي احنا نمره 2 في افريقيا في شهادات التدريب. احنا معانا البرونز، الشهاده البرونزيه في التدريب، لا تسبقنا فيها في افريقيا كلها الا جنوب افريقيا بالشهاده الفضيه. طب طفره في المدربين مش المفروض بالتبعيه ينتج عنها طفره في كواليتي اللعيبه؟ صحيح، ودي اللي ابتدينا نشتغل عليها. جبنا حاجه اسمها ليفل 3 اعلى تدريب للمدربين، دراسه تدريبيه للمدربين. دي طول عمرها بتعمل في فالنسيا في اسبانيا. انت ماكسيمم تقدر تصفر واحد او اثنين لو راحوا ولو واحد نجح منهم. برضه باتصالات كابتن اسماعيل الشافعي في الاتحاد الدولي احنا قدرنا نجيب الدراسه دي عندنا السنه اللي فاتت، ورفعنا عدد المدربين من 2 ل 14. اما عملنا الدراسه عندنا وقدرنا ندخل فيها عدد كبير ويعد. طبعا دول ابتدوا ياخدوا الدراسه، ابتدوا يشتغلوا شغل الدراسه، ابتدينا نتابعهم بيعملوا ايه، عشان دول بقى اللي هياخدوا الطفره هم دول هيطلعوا باللعيبه للمستوى العالمي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن وليد للاسف الوقت خلص، بس انا يعني النقطه الاخيره اللي انا وكريم اتكلمنا مع حضرتك فيها، نتمنى الاتحاد يحاول ينسق مع الجامعات، مع وزاره الشباب، مع وزاره التعليم. يعني انا ما اعرفش التنسيق بقى على المستوى يعني الحكومي هيتم ازاي، ولكن نتمنى يكون في فعلا رأفه اكتر او في بروتوكول بيتعمل علشان الابطال دول يقدروا ان هم يعني ياخدوا كفايتهم من التدريب وان هم يشاركوا في بطولات، وفي نفس الوقت محدش يضيع مستقبله. لان برضو في الاخر انا ممكن ابقى بطل لغايه 30 سنه، بس بعد كده انا محتاج ان انا اصرف على البيت واصرف على نفسي. فيعني نتمنى ده يكون بنحاول طبعا في الحته دي، ده في اللونج ران، لكن احنا في الشورت ران دلوقتي كل تركيزنا صفوه ومارين الاولمبيات اللي هنلعبها اول مره في تاريخنا، وبعد كده تصفيات كاس العالم ديفيس كاب، وان شاء الله هتطلع حاجه مشرفه. بالتوفيق يا كابتن وليد ان شاء الله، واسم مصر يرفع عالميا في بطولات مختلفه كمان ان شاء الله. شكرا، نورتنا يا فندم. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معانا. ونستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نستكمل فقرتنا. اتفضل.